يتسلم الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم في العاصمة النرويجية أوسلو جائزة نوبل للسلام، وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء النرويجي جينس ستولتنبرغ أشاد أوباما بمساهمة أوسلو في مجالات السياسة الخارجية والنزاع في أفغانستان وقضايا البيئة. ويتسلم أوباما جائزة نوبل في حفل يقام في قاعة بلدية أوسلو في وقت لاحق اليوم. وأوباما هو ثالث رئيس أمريكي يفوز بالجائزة أثناء وجوده في المنصب بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون. باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حائز جائزة نوبل للسلام للعام 2009 لجهوده العظيمة في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب. لجنة نوبل النرويجية أعلنته فائزاً في 9 أكتوبر من العام 2009، أشارت إلى جهوده في تعزيز منع الانتشار النووي وإشاعة أجواء جديدة من العلاقات الدولية، خاصة في مجال تقربه من العالم الإسلامي. أوباما هو الرئيس الأمريكي الرابع الذي ينال جائزة نوبل للسلام. سبقه تيودور روزفلت في العام 1906 وودرو ويلسون في العام 1919، وكلاهما تسلم الجائزة خلال ولايتهما. جيمي كارتر في العام 2002 تسلم الجائزة بعد 21 عاما من نهاية ولايته، ونال الجائزة نائبا رئيسين هما تشارلز دوز عام 1925 وآل غور عام 2007. And our time for change has come. الفريد في وضع أوباما أنه نال الجائزة في العام الأول من عهده، بالتحديد بعد 8 أشهر ونصف الشهر. عند أعلانه فائزاً قال أوباما إنه سيتوجه إلى أوسلو لتسلم الجائزة، وإنه سيتبرع بمبلغ 10 ملايين كرونر سويدي، أي ما يعادل 1,400,000 دولار أمريكي قيمة الجائزة، للأعمال الخيرية. أول ردة فعل لأوباما إضافة إلى المفاجأة والتأثر تعليقه بأن الجائزة ليست نتيجة إنجازاته، إنما تأكيداً على القيادة الأمريكية لتطلعات العالم. وتطلعات أوباما هي القضاء على الانتشار النووي، التغير المناخي، التسامح بين الشعوب من مختلف الأديان والأعراق، تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحسين الأوضاع لفقراء العالم. ردات الفعل العامة تنوعت. في أول استطلاع حول الموضوع بعد أسبوع من الإعلان، 61% من الأمريكيين اعتبروا أنه لا يستحق الجائزة. استطلاع آخر أظهر عدم تقبل 46% في مقابل ترحيب 47%. فئة أخرى اعتبرت الجائزة إدانة للرئيس السابق جورج بوش، أكثر منها تكريما لأوباما. الانتقاد طالت اللجنة المقررة أيضا بالإشارة إلى أن السلام المفروض أخذه بعين الاعتبار يجب أن يكون إنجازا ملموسا وليس شعورا وأملا، وشككوا بالتالي بجدية اللجنة. ونشير مشاهدين الكرام إلى أن تغطيتنا لنيل أوباما جائزة نوبل للسلام ستستمر بعد هذه النشرة عبر تغطية خاصة تتضمن نقل وقاع الاحتفال ومحاورة ضيوف من الولايات المتحدة وأيضا دول عربية لمواكبة هذا الحدث. أيضا نشير إلى أن مراسلنا أو موفد الحراء هشام بوران من أوسلو سينضم إلينا ربما خلال هذه النشرة. نتابع في هذه النشرة أيضا مشاهدين، ولكن بعد قليل البرلمان. ونعود إلى أوسلو وموفد الحرة إلى هناك هشام برار. هشام، يعني يبدو أن الخلافات ما زالت مستمرة في قمة كوبنهاجن المناخية، وأيضا موضوع أفغانستان يبدو حاضرا هناك، ما الجديد لديك؟ طبعا، والرئيس الأمريكي لم يتجاهل في خطابه بعد تسلم جائزة نوبل للسلام المفارقة المثيرة للاهتمام وفقا لتعبير البيت الأبيض، وهي أنه رئيس في زمن الحرب، يخوض حربين في العراق وأفغانستان، لكنه مع ذلك يتسلم جائزة نوبل للسلام بعد حوالي 11 شهرا فقط له في الرئاسة. البيت الأبيض طبعا يقول بأن الرئيس الأمريكي خلال هذا الخطاب سيحاول أن يوضح بأن خوضه لحرب أفغانستان وقيامه بإرسال 30,000 جندي قبل 9 أيام فقط
إلى أفغانستان، أو على الأقل إصداره أوامر بإرسال هذه التعزيزات، هو يصب في اتجاه السلم والأمن العالميين. الرئيس الأمريكي سيحاول خلال خطابه أن يستغل هذا المنبر الدولي كفرصة سانحة لأن يخاطب العالم بأنه عليه الانخراط في مجموعة من الملفات، سواء في أفغانستان في تقديم مزيد من المساهمات، أو أيضا فيما يتعلق بقضايا دولية ساخنة أخرى، فيها قضية التغييرات المناخية في كوبنهاجن واحتمال التوصل إلى اتفاق دولي، الانتشار النووي، أيضا مسألة الشرق الأوسط، عدد من القضايا يحاول استغلال هذا المنبر من أجل حشد التأييد لمساره الدبلوماسي لعهد جديد في تاريخ الولايات المتحدة، كما يصفه البيت الأبيض، يحاول أن يضم العدد من الدول بشكل متعدد الأطراف لحل النزاعات والخلافات الدولية. لكن طبعا الرئيس الأمريكي يواجه الكثير من التوقعات ليس من قبل منظمي هذا المؤتمر فقط، منظمي هذا الحدث فقط، بل أيضا من قبل شعوب الأوروبية، مجموعة من المظاهرات التي تطالب الرئيس الأمريكي ببذل المزيد في اتجاه التغييرات المناخية بالتحديد، والانخراط مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى أهداف محددة لتقليل الغازات المتسببة في ارتفاع حرارة الأرض. قبل قليل عقد الرئيس باراك أوباما مع رئيس الوزراء النرويجي ستولتنبرغ مؤتمرا صحفيا. خلال هذا المؤتمر الصحفي جزء بسيط منه تحدث عن جائزة نوبل للسلام، لكن الكثير مما تحدث عنه رئيس الوزراء النرويجي مثلا كان نحتاج إلى كذا ونحتاج إلى كذا ونحتاج إلى كذا. هناك كما أوضح المقدم هذه الجائزة منذ البداية أنها جائزة تكليف وليس تشريف، جائزة تضع عبئا ثقيلا على عاتق الرئيس الأمريكي، هذا الرئيس الجديد، لبذل المزيد من الجهود على المستوى الدبلوماسي على المستوى الدولي. نعم، شكرا جزيلا لك هشام برار، مفدنا إلى أوسلو.